احتفلت منطقة مسيلة الشيخ بمديرية التريم بوادي حضرموت بالزواج الجماعي في مهرجان الوصال الرابع لزفاف 30 عريسا وعروسا، حيث تم زفاف العرسان إلى منطقة الوصال بلعبة الشبواني وتلتها اللعبة الشعبية الزريادي، والتي التقى خلالها الأهالي وتبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة زفاف أبنائهم من قبل الضيوف الوافدين من مختلف المدن والقرى المجاورة. كما شهدت منصة الوصال أبرة بعنوان أسرتي مستقبلي وأبرة اجتماعي يحاكي المستقبل بمعالجة وتفادي للأخطاء السابقة. شارك في أدائها أبناء المنطقة ومجموعة من الفنانين بمديرية التريم، بالإضافة إلى عدد من الوصلات الفنية ابتهاجا بالعرس الجميل. نبارك المعاريف ونقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. وبمناسبة طيبة أننا نبارك لأهليهم وذويهم ونقول لهم بارك الله لكم وأسعدكم الله بأولادكم وبارك فيهم. كما لا أنسى اللجنة التي نظمت هذا الحفل المبارك وأسعدنا بهذه اللحظات في هذا الترتيب الطيب. الحقيقة سهلوا على كثير من الأسر إقامة هذا الزواج، لأنه حسب الظروف الموجودة وحسب الأوضاع وغلاء الأسعار تجد بعض الأسر كثير من الصعوبة في أنها توفر مثل هذه الفرحة الكبيرة وهذا الترتيب وهذا النظام وهذا الجمع الكبير، فأن الواحد يحتفل بهذا الزواج. فهم جزاهم الله خير وفروا على هذه الأسر كثير من المعاناة الطيبة، فجزاهم الله خير ونشكرهم على ما يقدمونه. الحقيقة نحن في لجنة الزواج الجماعي بهذه المنطقة الطيبة المباركة لقد قمنا منذ فترة طويلة لإقامة الزواجات السابقة، وها نحن هذا اليوم نرسم الفرحة لمهرجان الوصال الرابع بهذه المنطقة لزفاف 30 عريس وعروسة من شباب هذه البلدة المباركة. والحقيقة أن مثل هذه الزواجات هي تجمع الأهالي والمنطقة، ونعتبر هذه المنطقة هذه الليلة كأسرة واحدة، الكل يريد أن يقدم خدمة لأخوان لأهله لأقاربه، فكل المنطقة الآن يعني تعتبر أسرة واحدة من ناحية التكاتف والتعاون والتآلف. والحقيقة يعني كلجنة نحن شعرنا بالسعادة والفرح من هذا التكاتف والتآزر من هذه المنطقة الشريفة. والحقيقة أن مثل هذه الزواجات الجماعية لها دور في التخفيف من معاناة الشباب، خصوصا في هذا الوضع الذي يثقل كاهل كثير من الأسر المتعففة. فالحمد لله يعني من الله علينا وعلى هذه المناطق المجاورة بإقامة مثل هذه الزواجات حتى يكون التخفيف والتيسير للشباب. مهرجان الوصال النسخة الرابعة نحتفي بزواج 30 عريسا وعروسا، ولله الحمد والمنة هناك 19 لجنة متعاونين شاركوا في هذا المهرجان، ما يقارب فيها من المتطوعين 273 عامل. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق هؤلاء العمال لراحة إخوانهم العرسان. الزواج الجماعي هو يخفف على اللعبة اللي يعانيها المواطن من تكاليف من مهر من تبعاته. الحمد لله جاء هذا الزواج الجماعي في كل مناطق يكون تخفيف للمواطن. جزاهم الله خير اللجان هذه اللي تقوم بالزواج الجماعي، ونحن نفتخر بمثل هذه الزواجات الجماعية اللي تقوم بها في المناطق سواء في منطقتنا أو في المناطق.